اهلا وسهلا، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. ليش معكم اليوم فيديو جديد؟ لا فيديو ديالنا ديال اليوم غادي يكون الجزء الثاني ديال لا فيديو اللي فات ديال لسوان ان دوميستيل. فهاد لا فيديو هذا غنشوفوا الاخطاء اللي خصكم تجنبوها وما ترتكبوهاش في الرعايه المنزليه او لسوان ان دوميستيل. فكنتمنى ان لا فيديو تفيدكم، كنتمنى انها تعجبكم، وما تنساوش كيف العاده الا عجبتكم لا فيديو خلو لي لايك ديالكم ولا كومونتير ديالكم، هما اللي كيشجعوني ويحفزوني. ولا كنتو جداد في القناه ما تنساوش انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يبقى وصلكم ديما الجديد. وبالنسبه للناس اللي مازال ما تلتحقوش بنا في انستغرام، فانا ديما كنخليه لكم في صندوق الوصف، كنشارك معكم عده معلومات، فمرحبا بكم. اول حاجه ففي لازاكول كاملين، يعني فاش كتبداو تقراو فكينصحوكم يعني في لا ماتيغ ديال الدغوا انكم يعني تجنبوا لسوان ا دوميسيل. علاش؟ حيت فيها اخطار وفيها مخاطر كثيره، كتكون العقوبات ديالها وخيمه. يعني اي جيست درتي وكان فيه شي فوت، يعني فيه الحبس، فيه غرامات، فيه بزاف ديال الحوايج. هذاك الشيء علاش كيقول لكم انكم تتفاداو لي سوان ا دوميسيل، حيت كيتعتبروا بين قوسين بحال ماشي قانونيين. ماشي قانونيين، هو الا كان عندك وثائق كيحميك راه قانوني، يعني انت كتعرف كيفاش تحمي راسك. يعني هما غير كيقولوا لك انك الا ما كنتيش كتعرف تاورغانيزي راسك، ما كنتيش كتعرف لي سوان، ما كنتيش كتعرف لي زانجيكسيون، ما كت يعني باقي ما كتقنش داكشي، من الاحسن انك تفادى، ومن الاحسن انك تفادى بزاف الاخطاء باش يعني ما تكونش عندك شي عواقب وخيمه من بعد. فهادشي اللي غنشوفو اليوم في هاد الفيديو، وغادي نشوفو جميع الاخطاء اللي خصكم تفاداوها. فاول حاجه بغيت نقول لكم هو في لا فيديو اللي فات كنت نسيت ما شرحتش لكم هاد القضيه، هو انهم كاينين حتى لي بريليفمون ان دوميسيل، كاينين لي لابوغاتوار اللي كيتكلفوا بلي بريليفمون ان دوميسيل. يعني الانسان ما كيقدرش انه يتحرك يمشي للابو ويدير تحاليل، كيصيفطوا ليه من عندهم واحد لانفيرميي او انفيرميير كدير ليه بريليفمون ان دوميسيل. كاينين لي لابو اللي ما كيديروهاش، وهنا الناس كيكونوا كيقلبوا على شي انفيرمي او انفيرميير تاخذ لهم بريليفمون ان دوميسيل. يعني بالنسبه للناس اللي كيعرفوا بريليفير فهذا هو راه مزيانه. مثلا كنت انا مشيت، يعني فاش كنت انا في ستاج ديالي في لوبيتال، كنت كنمشي انا وصاحبتي شحال من مره كيجيو هكا الناس كيقلبوا على انفيرمير كيبغيو يديروا بريليفمون، كيكون لابوغاتوار قريب ليهم. انت كتمشي غير كيكون عندهم لي تيوب وكلشي عاطينو ليهم، كتاخد البريليفمون كديرها في هذوك لي تيوب وهما كيديو كتخلصي. يعني كتمشي ميم با ما كاينش 10 دقائق او 15 دقيقه على حسب ليفين، وكتاخدي داك البريليفمون كتاخدي 150 درهم حتى 200 درهم، المهم ما بين 100 درهم حتى 200 درهم على حسب، وكترجعي في حالاتك. يعني حتى هادي شي حاجه اللي زوينه وكدار ا دوميسيل. ما شرتش لها في الفيديو اللي فات، داكشي بغيت نبدا بها هي الاولى في هاد لا فيديو باش نقولها لكم. وبالنسبه للاخطاء اللي خصكم تجنبوا، فاول حاجه هي ملي نبغي ندير واحد لانجيكسيون ا دوميسيل او واحد التريتمون غندوزو ا دوميسيل، خصني ضروري تكون عندي لوردون، تكون عندي لوردون ديال داك المريض بالسميه ديالو الكنيه ديالو، ونطلب لهم لاكارت ناسيونال ديال المريض ونشوفها ونقرا لوردونونس ونشوف لا دوز ونشوف الكاشي ديال الماتسا. ضروري ما عمركم ديروا شي انجيكسيون بلا اوردونونس، يعني راه كنقولوا القانون لا يحمي المغفلين. يعني ملي غدير واحد الحاجه خارج على القانون، يعني راه انت اللي غادي تأدي العواقب. يعني باش انك ديك لوردونونس يعني راه هي اللي كتحميك، يعني هي اللي بفيها الكاشي ديال الطبيب كتحميك انك انت راك درتي داك لانجيكسيون على حسب داك لوردونونس اللي شفتي. يعني راه واحد الطبيب اللي عطاك داك لادوس هادي وهادي، يعني الا طرات شي حاجه لداك المريض، شي اليرجي، شي حاجه، مات، اي حاجه، فانت كتحميك داك لوردونونس انت درتي داكشي اللي قالك الطبيب. فاول حاجه في لي سوان ا دوميسيل هو طلبوا لوردونونس. يعني مثلا واحد المريض يقول لك عندي هاد لانجيكسيون فلان فلاني وشاريهم دقها ليا، لا عطيني نشوف لوردونونس، ما كاينش انا كنعرفو انا كان هادي من عائله صاحبتي، لا ارا ديال لوردونونس نشوفها لي الطبيب عطاك هادي. حيت كاين اللي كيمشي كيشري دوك لي زانجيكسيون حيت واحد السيد قال ليه راه انا وافقوني وكيمشي ياخذهم، هما ماشي ديال الحاله ديالو، او كيكون مثلا كان كيديرهم قال ليه الطبيب غير واحد المده وحبسهم هو بقى في ايدك الالم او داكشي ومشى عاود شرى عليهم. خاصك لوردونونس جديده يكون فيها عندك الميديكامون، يكون فيها لا دوز وكل شيء، ديك الساعه عاد ديروها. وديما لوردونونس هي اول حاجه تطلبوا. ثاني حاجه هو داك لوردونونس نصورها نخليها عندي في تليفوني، علاش؟ باش غدا او بعد غدا الا طرا شي مشكل راه دوك عائله المريض اللي اليوم كيقول لك الله يرحم والديك وغديرها ليه،
بلا لوردونونس، وحنا ديالنا ولاو ما عندهم هيطره، وحنايا اللي قلنا لك الا طرا شي مشكل هما الاولين كيدورو فيك، يقولك انت اللي درتي ليه، انت السبب، وانت اللي قتلتيه، انت اللي فعلتي ليه، انت اللي درتي ليه. يعني ديما لوردونونس، وقدروا ديك لوردونونس يغبروه يخبيوه ويخليوك انت في المشاكل. يعني باش نحمي راسي كنطلب لوردونونس، كنطلب لاكارت ناسيونال، كنشوف السميه والكنيه واش هما نفسهم اللي في لوردونونس، وكنصور ديك لوردونونس كتبقى عندي في تليفوني. يعني الا جيتو تشوفو دابا انا تليفون غتلقاو عندي بزاف ديال لي زوردونس اللي مصورين، وبزاف ديال الحوايج بحال هكذا، ولي بروغرام ولي بروتوكول ديال هكا لي سوانيك كندير ادوميسيل، حيت هكا باش كتحمي راسك. يعني الا طرات شي حاجه راه انا كشفت لوردونس، فين هي لوردونس؟ ما كايناش نجبدها من التليفون ديالي، ها هي لوردونس انا شفتها مصوره. يعني هذه اول حاجه، نهائيا ما تخدموش بلا لوردونس. ثاني حاجه اللي نتفاداها في لي سوان ادوميسيل، ما نرتكبهاش هذا الخطا، هو انني ما نحلش واحد البونسمون انا الاول. واحد المريض اوبيري نهائيا ما تكونش انت اول واحد يحل بونسمون، ديما البونسمون في الاول خاص يحلها الطبيب اللي دار لوبيراسيون، هو اللي خصو يحلها، هو اللي خصو يشوف داك يعني داك يعني داك داك الجرح او داك الفتحه او هذا كيفاش دايره واش مزيانه، وهذا ديك الساعه هو كيقول لي سير دير لها لاسوان نهار نهار لا، ولا كيقول لي شنو غادي يدير، المهم ولا كل نهار على حسب الحاله ديال كل واحد. يعني فاش نمشي ندير انا واحد سوان، كنسول داك المريض واش هاد الفتحه هاد البونسمون حلها الطبيب ديالك وشافها اللي فتح ليك؟ الا قال لك اه راه حلو فتحها، شنو قال لك الطبيب؟ قال لي تبقى تسوانيها نهار نهار لا، ولا مثلا كل نهار؟ قال لي دير لها مثلا هاد البوماد هادي، قال لي ديري هادي. ديك الساعه كتشوف لوردونونس اللي كتب لي فيه داكشي وكتبدا. الا قال لك لا باقي ما شافهاش الطبيب وانا قالوا لي داويها، لا سيدي انا ما غنحوش هاد البونسمون، خاص الطبيب ديالك هو الاول يحلها. ما عمركم تحلوا شي بونسمون اللي ماشي الطبيب هو الاول اللي حالها، ضروري كل ميدسان هو الاول اللي حال اللي دار لوبيراسيون، عاد من بعد نتوما كتكملوا لي سوان. حاجة أخرى هي عمرني ما نغامر في شي سوان صعيب أو ما كنعرفش ليه. يعني عمرني ما نمشي واحد السوان أنا نمشي نشوف داك المريض عيطو لي أدوميسيل ولقى داك السوان أنا ما كنعرفش نديرو، ونجي نبغي ندير راسي راني زاعم أو زاعمة أو زاعمة وأنا واعرة وأجي نديرو وشنو غادي يطرا. لا تقدر نقول لكم هاد الساعه ما ديروها في السطاج، ديروها في لوبيتال، ديروها في الكلينيك. علاش؟ حيت ديك الساعه عندكم واحد ليكيب اللي كتكون كتونكادغيك، عندك حداك لي ميدسان، حداك لي زانفيرميي اللي فايتينك في الخبره بزاف الحوايج. يعني الا غلطتي شي حاجه دغيا غيريكوبيريو داك الغلط ديالك في البلاصه. اما في لادوميسيل كتكون انت هو المسؤول، كما قلت لكم لا فيديو اللي فات، كتكون مسؤوليه كامله عليك. اذا ما نغامرش في شي حاجه اللي انا كنشوف راسي انني ما كنعرفش نديرها. حاجه اخرى هي اي سوا مشيت نديرو نلقى داك الجرح مقيح، كتبان ليا شي حاجه اللي ماشي نورمال، كنشوف ان شي حاجه ماشي هي هذيك، يعني كنشك ان كيبان لك مثلا الجرح مقيح بزاف، ما كانش كيداوى مزيان، شي حاجه اللي ما غاديش نقدر ريكوبيريها، وغنخاف على راسي غادي نرجع اللور وغادي نقول لهم لا ما يمكنش لي نديرها. من الاحسن انك تمشي تشوف الطبيب ديالك او نقول له خصك تمشي لسونتر سونتي، مهم تحيد المسؤوليه او الهلال او هذا، ولكن من الاحسن تنصحو انه يمشي للطبيب ديالو وترجع اللور. علاش؟ باش انا ما نطيحش في مشكل من بعد. يعني ما داوش مزيان، هي ديجا كتلقاو مثلا ما داوتهاش مزيان وهذا، حتى تعفنت تدرج انفيكسيون جاده، وملي غادي انت تحطي في يدك وانت وهذا، من بعد غتولي المسؤوليه عليك، حق انت اللي ما درتيش ليا مزيان، حق انت الفلان اللي دار لي ودار ليا. فمثلا انا كانت طرات ليا واحد، يعني واحد الانسان اللي قريبه ليا بزاف، كانت عندها لا فيستول انال وما كانتش كداوي، يعني قالوا لها داويها جيبي انفيرميير الدار، ما كانتش كداويها، كانت كداويها الراسه، ما جابتش انفيرميير، كدير لها داك يعني غير بيتادين وصافي، ما داوتهاش كيما خاصها تداوى. ومن بعد ملي قيحات لها وتعفنات ولات ماشي هي هذيك، عاد معيطه لي انا اجي ديري لي لي سوان. ففاش مشيت انا كنشوف داك لي سوان كيبان لي داك الشيء راه ماشي نورمال، داك الشيء ماشي هو هذاك. فقلت لها لا انا ما غنحطش يدي فيك، من الاحسن تمشي تشوفي الطبيب ديالك. قالت لي لا غير ديري لي هذا. قلت لها شوفي راه عندك هذا الشيء راه ماشي نورمال، خاصك تشوفي الطبيب ديالك. واش كنتي كداويها؟ اه كنت كنداويها. وهذا قلت لها واش كنتي كتجيبي انفيرمي؟ غلا راسي. وهذا قلت لها شوفي ما يمكنش لي انني نداويك، من الاحسن تمشي تشوفي الطبيب ديالك. ما عجبهاش الحال وتقلقات، وقالت لك لا انت ما بغيتيش تداوي لي ودرتي السبه وهذا، ما خليتها تقول لي بغيتي بغات. ومن بعد جابت فمن بعد جابت انفيرميير اخرى قالت لها نفس الحاجه، وديك الساعه مشات عند الطبيب ديالها، وبصح ملي مشات عند الطبيب ديالها قال لها بلي دارت لها اون انفيكسيون خايبه وداكشي ماشي نورمال، وخصها دير عاوتاني لوبيراسيون بزاف د الحوايج. فديك الساعه رجعت عندي وكطلب مني السماحه، وسمحي ليا انا درت فيك، انا تقلقت عليك وهذا وهذا، كيسحب لي مبغيتيش تداوي ليا. يعني ديما نمشي نشوف واحد سوان يبان ليا ماشي نورمال، كاينه شي انفيكسيون ماشي تلهيه، نحبس ما نديرش داك لو سوان، سير عند الطبيب ديالك وحيدو المسؤوليه عليكم.
حيتاش نهار الاول راه كيقولوا لكم عافاكم وطلبوكم، ونهار الاخر كيطرى مشكل كيشنقوا فيك انت الاول، ما كيعقلوش عليك ديك الساعه. اللهم انا اللي تخليني نخليها، واي باب بغى يجيني من المشكل نسدو من الاول وما نحلش عليا صداع، خصوصا في لا دوميسيل ما تغامروش نهائيا. حاجة أخرى اللي مهمة وأساسية عمرني نقول نتعلم في لادوميسيل، عمركم هذه كنركز عليها، عمركم تغامروا في لادوميسيل واحد الحاجة. أنا مقابلة مثلا واحد المريض واحد الحاجة ما كنعرفش ندير، نقول أجي ندير أجي نتعلم لها في ذاك المريض، لا عمركم تزعموا على شي حاجة ما كتعرفوش لها في لادوميسيل. أنا كنقول لكم ديما في الستاج زعموا، بروفيتيو في الستاج ديالكم، خدموا ديروا خيطوا زعموا في أي حاجة، ولكن في لادوميسيل نهائيا ما كنصحكمش أنكم تزعموا على شي حاجة ما كتعرفوهاش. ماشي عيب انكم تقولوا ما كنعرفش لها، ماشي عيب انكم تقولوا ماشي خدمتي ما كنديرهاش، انا يلاه بادي ما كنعرفش ليها. شنو غيقولك؟ ما كتعرفش. ما كاينش انسان كامل، واي انسان كاين شي حوايج كيعرفني وشي حوايج ما كيعرفش ليهم، يعني عادي نقول ما كنعرفش حسن ما انك دير ديك الحاجه وتبغي تزعم ودير فيها بطل وفي الاخر تجيبها في راسك. يعني هذه هي شي حاجه اللي مهمه وياكم ديروها. حاجة أخرى، أي حاجة شكيت فيها، أي حاجة جاتني ماشي هي هذيك، نتصل بالطبيب اللي مسؤول على ذاك المريض وناخد منه النصائح ونسول ونقول له دكتور ها شنو كاين، ها شنو كاين، شكيت في هذه مثلا، ها شنو بانت ليا مثلا، هذه عندي بحال كذا. المهم كنشرح ليه الكا ديال دوك الحوايج اللي انا شكيت فيهم، وديك الساعه الطبيب يعني كيقول لك شنو دير، كيقول لك مثلا غتعطي ميديكامون فلان فلاني، غتغير هذه، الا كان سوا كيقول لك غتبدل هذه، ما ديرش هذه مثلا. كانت مثلا انت داك سوا بديتيه من الاول وانت اللي مقابلو ودار لك شي انفيكسيون، فكتعيط لك الطبيب كتقول لي دارت لي انفيكسيون، ها شنو تقدر تصور وتصيفط لي في واتساب. وديك الساعه كيقول لك مثلا خد مثلا واحد لونتيبيوتيك، مثلا ياخذ واحد لونتيبيوتيك او ياخذ واحد لونتي انفلاماتوار فلان فلاني هلا دوز. يعني الطبيب كيعطيك نصائح وكيعطيك شنو دير. يعني ديما اي حاجه شكيت فيها نتصل بالطبيب اللي مهتم بداك المريض وناخذ النصائح ديالو. حاجه اخرى اللي مهمه هي انني ندير خدمتي كيف ما خاصها تكون، ماشي نتسنى العائله ديال المريض اللي يتحكموا فيه، وفي الاخير انت اللي غادي تتحمل المسؤوليه. يعني قدروا مثلا كيكون عندنا مثلا واحد المريض مثلا خصوصا كطراتي في لي بوزيشن ما خاصوش يكون مثلا ناعس، يعني كيقولوا لك لا انت كدير ليه دومي اسيس، كيقول لك لا هبطوا ضروا جنب ولا ضروا ظهروا ولا مش خليش هكا، وانت فاش كدير لهم خاطرهم وكدير لهم بوزيشن اللي بغاو داك المريض يعني كيتخنق لك او كيبدا ديساتوري او كتحب يعني كيطراو فيها مشاكل. يعني انت او انت كانفيرميير او انفيرمي عارفين داك المريض لي بوزيشن اللي خاصو يكون فيهم، عارفين التريتمون كيف خاصو يدار، عارفين مثلا هذا مثلا كتكونوا كديروا له طواليت كيجيو يدخلوا فيكم. يعني مثلا كانت عندي انا واحد المريضه يعني بين قوسين كنت كندير لها طواليت، كتجي بنتها كتشدك القرعه ديالها كتخوي عليها كامله وكتشدك في هذا كتشدك لا بوماد وكدهنها بها كامله، يعني كتقول لا لا رطبي لا دري لا، كنبقى نشوف فيها كنقول لها ما خصهاش يدير هذا واحد كدير. النهار الاول سكت خليتها، النهار الثاني قلت لها اختي ما شورانيش خدمتي حيدي راه بداش كطيب، قلت لها شوفي بداش كطيب وهادشي بسببك انت وهذا. يعني هي على بالها انها كتهلا في الام ديالها وكتكب على داك القرعه ديال الفا وديك البوماد وهذا، يعني راه تهلاش فيها وهي اللي راه يعني كضرها صافي. يعني ديما وحيت في الاخر مثلا ما كطرش حاجه يقول لك انت، او تقول كل ديك الساعه حبسيني قولي لي لا انت ما ديريش وقولي لي لا هذه ما خصهاش دير هكا ولا غوتي عليا لا ديري لي هادشي، راه في الاخر كيدوروها لكم نتوما. داكشي علاش ديما ما تخليوش تدخلوا في خدمتكم، يبغاو يدخلوا في خدمتكم اختي او خويا، هذه خدمتي انا عارف شنو خاصني ندير، عارف هذه كيفاش خاصها يدار، واش انت غتفهم احسن مني في خدمتي؟ نسكتهم وندير خدمتي وما نخليهمش يدخلوا فيها، حيت في الاخر كما قلت لكم غترجع اللومه عليكم نتوما. حاجه اخرى هي اي تغيير في الادويه او تغيير في لادوز او اي حاجه، يجيو عندي عائله ديال المريض يقولوا لي مثلا اليوم هذا الميديكامون ما بقاش غياخذو، او مثلا هذا الميديكامون غتزاد ليه لادوز، مثلا كان كياخذ ثلاثه المرات في النهار ولا ياخذ ربعه، او مثلا هذه او هذه او هذه. اي تغيير في البروتوكول ديال داك المريض ما يجيو يقولوه ليا عائلته غادي نسمع ليهم، ولكن غادي ناخد عندهم النمره التليفون ديال الطبيب ديالو وغناخد لوردونونس اللي فيها هاد التغيير الا كان قالها لهم في التليفون او باغ واتساب، نشوف الميساج ونتصل انا نيشان اون ديريكت بداك الطبيب ونسولو نقول ليه واش شنو التغيير الجديد دكتور، انا هي لانفيرميير المسؤوله على هاد الحاله وطاطا بحال هكذا، اعطيني شنو التغيير. وهذا كيقول لك هو ديك الساعه كيكونفيرمي معاك، ديك الساعه ملي كيعطيك داكشي
كنديروا. الا كان شي تغيير كيصحوا بعد مره رعايه المرض راه بصح كيكون تغييره ماشي كيكذبوا، ولكن ما كيعطيوهش لك هو داك، كينساو شي حاجه كيغلطوا في لا دوز او هذا. انت لو انت درتيها دونك انت غتحمل المسؤوليه. داكشي علاش انا ديما نبقى اون كونتاكت مع الطبيب، يعني عائله المريض يقولوا لي ضروري الميدسان ديالو يكونفيرمي لي داكشي عاده نديرو، ما نسمحش غير لعائله المريض وصافي. يعني بعض المرات راه بلا ما كيقصدوا كيعطوك دوك المعلومات غالطين وكيخرجوا على الصحه ديال داك المريض. حاجه اخرى اللي مهمه هي عمرك تحشم وتخدم غير قانوني. مثلا تقول حيت عائله المريض جيراني او واحد من صحابي او صحاباتي او عائلتي فهاد لانجكسيون نديرها ليه ماشي مشكل. لا، لوردونس الله يجعلو يكون باك بحاكا لوردونس، ما كاينش لوردونس ما نديرش داكشي، حيت لوردونس هي اللي كتحميك. مثلا انا كنطرى ليا مشكل عاوتاني، يعني انا كنقول لكم هادشي راه حنا في فلاك ملي كنا كنقراو كانوا كيقولوا لنا هاد الهضره وكنقولوا حنا هو صافي وكدوز، ولكن انا فاش وليت كنخدم لا دوميسيل يعني تحطيت في بزاف ديال المواقف، يعني من خلال تجربتي يعني كنعطيكم في هاد لا فيديو الاخطاء اللي تفادوهم باش حتى نتوما تفادوا المشاكل. مثلا كان جا عندي واحد الجار ديالنا اللي كان عنده سياتيك وكان مشى خدا بروفينيد انجكتابل، مشى خداها من لا فارماسي بلا سون اوردونونس وهذا، وجا وكيتالم وجا الاخ ديالو كيدق علينا في الدار باش انا نمشي ندير ليه ديك لانجيكسيون. فانا سولت قلت ليه واش عنده لوردونونس، قال لي اه عنده. فاش مشيت باش ندير داك لانجيكسيون قلت ليه فين هي لوردونونس، هو كيتالم وكيغوت بالحريق و يعني كيتالم وكيغوت. فقال لي ما عرفتش فين حطيتها. قلت ليه شوف انا راه ما يمكنش ليا ندير لك هاد لانجيكسيون بلا اوردونونس، الا ما كانش عندك انا راه ما نديرهاش. قال لي لا والله العظيم الا عندي لوردونونس وتودرات ليا وعتقيني دابا انا غادي نلقاها لك وهذا. بقى كيطلب يطلب 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 وكيتالم وكيتقطع. شفت حتى عيش، قلت ليه شوف غادي نغامر وغادي ندير لك دابا انجيكسيون وحده، ولكن غدا الا ما كانش هذا الا ما جبتيش ليا لوردونونس راه ما غاديش ندير لك الاخرى. قال لي صافي غدا غادي نجبدها. صافي صافا غامرت غامرت يعني، وانا ما كنصحكمش انكم تغامروا. غامرت ودرتها لي حيت بقى فيا الشك كيتالم وداكشي. مهم درتها على الله ودرتها في يد الله، درت ديك لانجيكسيون مشيت بحالي. الغد جاو نفس الحاجه، جا كيدق عليا باش انا ندير ليه لانجيكسيون الثاني. ففاش قلت ليه واش لقيتي لوردونونس، قال لي لا ما كايناش وصافي غديري ليا واش عنده ما يطرا كاع وهذا وديك الهضره الخاويه. فقلت ليه شوف انا لوردونونس كنحمي بها راسي، الا طرات لك غدا ولا بعدو شي حاجه لا انت لا خوك لا عائلتك ما غيعقلوا عليا. يعني عطيني لوردونونس انا غندير لك لانجيكسيون كاملين يعني وغراتوي، ما غاديش نتخلص من عندك من حتى شي حاجه، حنا جيران وعائله. ولكن من الى ما عطيتينيش لوردونونس راه نهائيا، واخا تقول لي نعطيك 100 درهم في لانجيكسيون ما غاديش نديرها لك. الله يجعلك تقول لي نعطيك فيها 10000 درهم ما غنديرهاش لك الا ما كانش عندي لوردونونس، حيت ما غادي تنفعني لا انت لا فلوسك غدا ولا بعد غدا الا طرات شي حاجه. صافي بقى كيشوف، قال لي لا هذا. قلت لي دابا قولي فين لوردونونس، قال لي الصراحه ما عنديش لوردونونس وانا غير واحد السيد عنده توا سياتيك وكانت وافقاتو وقال لي باش نشريها وانا مشيت خديتها من لا فارماسي. قلت له علاش البارح كتكذب عليا كتقول لي عندي لوردونونس وخليتيني نرجع لك؟ قال لي والله حيت قلتي لي ما كانتش ما غديرهاش ليا. قلت له دابا خويا راه ما غنديرهاش لك، الله يجيب لك الشفاء سير للسبيطار ولا الهيله اللي يديروها لك، انا راه ما غنديرهاش لك بلا لوردونونس. صافي ما عجبوش الحال ونضخوه الصراحه، بدا كيغواش في الدروج وفي الزنقه شو الجوره كي دايره، بنادم كيقلب وجهه وعلى حاله وهذه. المهم شبع فيا معيار ما نكذبش عليكم، ما خلى فيا غير اللي نفسه. انا خليته كيد وحده راسي ومشيت، يعني حتى من والديا كيقول لي ما بغاو يخرجوا لي داكشي، قلت لهم لا صافي خليه بقى كيعير حتى شبع. مهم قال كاع داكشي اللي في قلبه. الغد في داك النهار يا ربي داك النهار مشاو جابوا ليه صافي تزاد عليه الحال بزاف، جابوا ليه ميدسان للدار. ففاش جا دار لي كونسلطاسيون داكشي هابط خرج من عندهم ميدسان، حيت داك الميدسان اللي جابوه كاين يعني في الدرب نانيت يعني كنعرفوه الطبيب اللي كاين في الدرب. ففاش جا داكشي تلاقيت به الام ديالي ويس عيط ليا. خرجت عند داك الميدسان قلت ليه سلام دكتور هذا شنو الحاله ديالو كيولا مزيان؟ قال لي راه شويه راه عطيتو تريتمون هذا. قلت ليه عافاك بغيت نسولك، وخوه واقف يعني داك اللي هو اللي كان كيعايرني. فقلت ليه راه البارح راه مشى خدا بروفينيد، مشى خداه يعني سون اوردونونس وهذا وانجكتابل، وراه درت ليه انجكسيون وحده. قلت ليه راه كذب عليا وقال لي عندي لوردونونس، دونك عاودت ليه السيتياسيون كيفاش دايره. فقال لي الميدسان انا حيدتها ليه، قال لي لا لا لا، قال لي هي يعني كان هو عنده اليرجي من شي حاجه وهذا دونك هي ما غتوافقوش نهائيا. قال لي بالعكس كان فيها خطر انه دار ليه، ومن الاحسن انك درتي وحده غامرتي وحبستي وكملتيهم ليه، كانت يعني تكون عواقب وخيمه. قال لي من الاحسن، قال لي انا راه حيدتها
عليه وقلت ليه ما كانش على قدي، رخصمت عليه ما كانش عليه يمشي ياخذ سون اوردونونس ومشى كيدير حيت واحد اخر وافقاتو، قال هو الحاله ديالو ما كانش غتوافقو وكان غيكونوا يعني اشهر جانبيه، قال لي راه حيدتها ليه، قال لي احسن حاجه انا درتي هكا، واصلا لوردونونس كتحميك انت يعني هو كاذب عليك، هذا مزيان من اللي صافي حبستي. وانا ندور شفت في الاخ ديالو، قلت ليه هو شتي دابا حق الجوره، شفتي المعيور اللي عايرتيني الطبيب ما فهموها ولا بقى كيشوف فيه، قال لي ما كاين، قلت ليه شنو كاين شنو كاين، عاودت ليه قال لي لا، قال لي هي كتحمي راسها وهذا. دونك ديك الساعه على اخر يعني ما كرهش، انا حسيت بديك اللحظه ما كرهش ان انا نتشق ويتخشى فيها، حيت تعرف راسو شنو دار وعرف راسو غلط في حقي وعيرني ومخلي فيا غير ينسى، وانا ما درت حتى شي حاجه، انا بغيت غير نحمي راسي يعني نخدم قانونيه. يعني عمركم ما تخليو لا صحابكم لا حتى شي واحد يعني يتحكم لكم في المشاعر ديالكم، وانكم ديروا شي حاجه اللي ما اللي غير قانونيه ولا تقدر من بعد يعني ترجع عليكم نتوما. يعني انا راه ديما يعني كما قلت لكم لا جيران لا اي واحد كيجي عندي عنده لوغدونونس نديرها ليه، يعني حتى الناس يعني اللي كيقدروا يعيطوا لي في التليفون هذا نمشي نقدر نخدم ليهم كغات، ولا شفت انهم ماشي في حالهم وما عندهمش هذا يعني ما كيديناش غير داك الخلاص، ولكن نكون خدامه بلوغدونونس وخدامه بقانوني ومع اون كونتاكت مع الميديسان كلشي، ولكن باش نخدم غير قانوني الله يجعلك تعطيني مال الدنيا ما يمكنش، حيت عارفه غدا ولا بعد ولا طرا شي حاجه او مات داك المريض او تشلل او كان عنده عواقب ومشاو دعاوني انا غنمشي للحبس، يعني ماشي داك 100 درهم او 200 درهم او 500 درهم غتغنيني اليوم راه عندي، وغدا نمشي انا نتعاقب على داك الشيء، يعني ماشي ماديه اكثر بالعكس، انا يعني كما قلت لكم نحمي راسي بالاكثر عندي اهم من دوك الفلوس، يعني ماشي انا ندير زعما نحشم من هادو هادو في الاخر نخرج على راسي وعلى مستقبلي، هادشي اللي بغيت نوصل لكم من هاد القصه. درجه يعني انا يعني لونطوغاج ديالي دابا كاملين الا في الجيران لا في العائله لا كلشي عارفين الا ما كانش عندهم اوردونونس هذا نهائيا ما غنحطش فيهم ايدي واخا ما عرفتش شنو يطرا، فهذا مكان فحاولوا ديما تجنبوا اي خطا او خطر، حيت كتكون العواقب وخيمه، طلع يعني طلع وهبط في التحقيق في حاله المريض الا كان حاله المريض اللي ما كانش عنده اي اوردونونس هذا يعني ولا مات ولا شي حاجه، دونك غادي تمشي انت هي لانفيرمي غليك انت ولا انت لانفيرمي شنو درتي ليه هذا، وتمشي التحقيق وطلع هبط، يعني حنا اي واحد يعني في غينا على هاد المشاكل وهاد طلع وهبط في الكوميساريات والمحاكم وداكشي، يعني ديما تكون عنده وثيقه اللي كتبين نوع المرض اللي كيعاني منه، في حاله انت كممرض ما حميتيش راسك بالوثائق الطبيه ديما يكون عندك تصويره ديال داك الوثائق في التليفون ديالكم، كي قلت لكم يعني ما غتسناش انك تشدهم وتخرج تمشي دير لهم فوتوكوبي وهذا، كلشي عنده تليفون كيصور نصورهم ونخليهم عندي في التليفون ديالي، حيت ممكن يتقلبوا عليك في اي لحظه، ديما حضر راسك وخدم عقلك، يعني عمرك ما تسرع في اي قرار، وفي حاله شكيتي نتصل بالطبيب، اي حاجه شكيت فيها نتصل بالطبيب، ولا ناخذ استشاره من الناس اللي قبل مني في الميدان، يعني نعيط لواحد صاحبتي فايتاني يعني في الدومين او واحد لانفيرمي كنعرفو او واحد لاماجو عندي نمرشو او اي حاجه، ماشي عيب انك تتصل بيه وتقولي عافاك بغيت نسولك هاد لوكا هاد الفلانتانيه او شي مادسا او اللي كان، مهم انني ناخذ يعني استشاره مع الناس اللي فايتيني في الميدان قبل ما ندير اي جيست، واي حاجه ما كنعرفش ليها نقول ما كنعرفش ليها ونتفادى المشاكل وما نديرهاش، يعني ماشي عيب، المهم تكون حامي راسك من اي خطا، يعني ماشي عيب نقول ما كنعرفش، ديما كنقولها لكم في فيديوهاتي، العيب هو نقول ما كنعرفش وكنقول انا كنعرف، اما باش نقول ما كنعرفش راه ماشي عيب، حتى شي واحد ما كيتزاد معلم، كل واحد كيتعلم مع الوقت دقه دقه. فهذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، هادو هما يعني حاولت نجمع لكم الاخطاء اللي شائعه واللي كاينه بزاف اللي تفاداو انكم تطيحوا فيها، فإلا بغيتو تخدموا ادوميسيل فاي واحد باغي يدير ادوميسيل يعاون راسو يعاون، يعني راه ماشي عيب، ولكن حاولوا انكم ديما تفادوا هاد الاخطاء وديروا الحوايج اللي نتوما كتعرفوهم اللي ما كنعرفش لا ما نديرهاش، وماشي هادشي يخلعكم وتقولوا لا ما نزعمش لا، عارفه راسي كان مثلا كان ميتريزي يعني لي زانجيكسيون يعني انترميس كنا غنمشي نديرهم ماشي ماشي عيب، لي سوكيطاني نديرهم انترديرميك نديرهم، يعني مثلا كنعرف ناخذ البريليفمون نمشي نبريليف في لادوميسيل ناخذ الخلاص ديالي، كنعرف نسواني نمشي ندير لي سوان شي سوان ما عرفتش ليه نرجع للور، يعني بحال هكا، يعني ماشي عيب ان الانسان يعاون راسو بهاد الحوايج ويخدم هاد الخدمه، حتى هي راه خدمه ماشي زعما شي حاجه اللي خارج على القانون ولا معاش خارقه للعاده ولا ماشي اي واحد يقدر يديرها، كما قلت لكم انا فاش كنت كنقرا في الدوزيام اني ديالي بديت لا سوان ادوميسيل، حيت يعني شفت راسي انني بديت كنعرف بزاف الحوايج بديت كنخدمهم من ديك الساعه حتى لدابا، حتى وليت يعني فيما كنكون مثلا جالسه من الخدمه او مع الخدمه كنحاول نورغانيزي الوقت ديالي وكنديرهم بجوج مع بعضياتهم.
خصوصا اننا احنا عارفين يعني الصالح في البخيل كيكون هابط، يعني كتكاري بداك الصالح ديال لا دوميسيل باش يلاه يلاه كتجي مع الوقت. فهذا ما كان، هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، ما نكثرش عليكم الهضره كثار من القياس. كنتمنى انه يعجبكم ويفيدكم، وما تنساوش كيف العاده الا عجبكم تخليوا لي لايك ديالكم، والناس جداد في القناه ما تنساوش انكم تشاركوا وتفعلوا زر الجرس باش يبقى لكم ديما الجديد. تهلاو براسكم، السلام عليكم، باي باي.